السلام عليكم أيها الشعب المسعود المفلس الحزين في مهلكة سلمانكو اللئيم ابن اللئيم. قبل كم سنة مقطع فيديو للسعودية رقصت في بيتها وهي لابس برقعها، ولكن المشايخ والمفتي قامت قيامتهم ضد هذا الفعل الآثم القبيح. الحين هذا صار من الماضي، اصلا صار منكر انك ترقص بالحالك، لازم الرقص مع الجماعة ويد الله مع الجماعة. ايش اللي تغير؟ المهلكة بكبرها صار فيها ابديت، الابديت اللي هو التحديث، زي ما تحدثون جوالاتكم واجهزتكم صار واقع بفضل الله ثم بفضل الامير الملك رئيس الوزراء وخادم الحرمين الشريفين ولد فهدى محمد بن سلمان المنشار ابو سروالين. بفضله صارت عندنا مملكة جديدة عظمى محدثة على اخر نسخة التحديث. الابديت طال كل شيء، حدث مزرعة البقر والمشرفين عليها وحراسها ونوعية العلف اللي فيها، وحدث قوانينها وعلاقتها بمزارع الأبقار اللي حولها. هو بعد حدث أدمغتكم، صارت تشتغل زي ما يبي، يمين يمين يسار يسار، وحتى دينكم حدثه، اللي كان حرام صار حلال، وهو حدث لكم السنة وأعلن أنه راح يختار أحاديث صحيحة تتناسب مع رؤية 2030. الحين هو جاب لكم مشايخ جدد محدثين، زرق بعضهم في هيئة كبار العلماء، وبعضهم يشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي بالقطعة، مساهمة من هؤلاء المشايخ في تحديث عقول الشباب والشابات. طبعا أول شيء علم كبار العلماء فضيلة الصمت، وهو فعلا صاز. البربرة الزايدة ما فيها فايدة، وبدل ما كل يوم وهم يهدرون على روسنا في الشاشات وكل يوم فتوى وهذا حلال وهذا حرام وهذا كافر وهذا وذاك فاسق، جاكم المجدد المحدث محمد بن سلمان أخو حصة وطفاحة حسهم. صار لنا سنين ما نسمع لهم فتاوى وآراء إلا إذا طلب منهم سيدي المنشار أن يتكلمون. مثلا يطلب من هؤلاء المشايخ أنهم يتكلمون عن فوائد الالتفاف حول ولي الأمر، ولو زنى نصف ساعة على شاشة التلفاز يوميا. الحمد لله أن أبو سلمان ولد فهد نجح فيما عجز عنه الملوك السابقين، حاول فيصل وحاول فهد وحتى الملك الموسوس نفسه حاولوا ما قدروا. الوحيد اللي نجح وعمل أبديت للمفتي وديناصورات هيئة كبار العلماء هو سيدي دب الداشر. صاروا المشايخ ذا الحين يشتغلون وفق رؤية 2030 العظيمة، واللي أهم معالمها هو الترفيه عن الشعب المسعود العظيم وتعويضه عن الحرمان في الماضي. المفتي اكتشف إن فيه فائدة للترفيه، في السابق كان يقول إنه يلهي عن ذكر الله، أما الحين فيقول إن فيه خير كثير. في السابق كان المفتي يتكلم عن عدم الخروج على ولاة الأمر ما لم يأتوا بكفر بواح. الآن في المملكة الجديدة الحديثة اللي صار لها أبديت الآن كل شيء فيها حلال، كفر بواح ما كفر بواح هذا خلاص ولا وراح، هذا ما له مكان في رؤية 2030. صار عندنا الشراب حلال، يعني ما نحتاج الواحد يروح يهرب من البحرين كم غرشة سكار، وما نحتاج الواحد يدفع له 5 أو 10 آلاف ريال قيمة غرشة سكار مهربها واحد من الأمراء. الحين تدفع بس الضريبة للحكومة اللي هي 20 أو 25 واشرب على راحتك. إنها السعودية العظمى يا سادة. قبل الأبديت والتحديث إذا شاب طول شعره شوي لاحقوه قصوا شعره في الشوارع مع طن من الإهانات والإذلال، وإذا واحدة بس بنت مطلعة شعره من راسها يلتم عليها 20 لحية ينصحونها ويبينون لها فوائد الحجاب. الحين صار الحجاب مجرد قصة تافهة، الآن ما عاد يطلعون شعورهم وبس. مع التحديث الجديد قاموا يطلعون نهودهم والعياذ بالله، وقاموا يتعلقون في المواصير والعمدان، والمفتي والمشايخ الظاهر انه عاجبهم الوضع اللي صاير هذا بعد التحديث، ويقولون اهم شيء انه ما يكون فيه بروز حمولة لان هذه فيها مخالفة مرورية. وبعدين المعترضين من الخوارج على هالترفيه البريء ما يجوز لهم التعرض للراقصات ولا مضايقة تهن، لان في ذلك مفسدة وافتئاذ على ولي الامر. مشايخ هيئة كبار العلماء
العلماء يقولون الرقص ما فيه شيء، وانهم اصلا لو ما كانوا شباب كان انزلوا ورقصوا ما فيها شيء، بس لان هؤلاء المشايخ كبار في السن وما يقدرون يركبون فوق المواصير والعمدان الا بسلم، فهم يكتفون برقصة العرضة النجدية المحدثة. ايها المشاهدون، ايها المسعودون المفلسون في زراعة البقرة العظمى، اذا تبون تعرفون حجم التحديث اللي سواه ابن سلمان للمفتي وهيئة كبار العلماء، شاركوا في موسم الرياض وبعد غير الرياض، وبشركم ترى المفتي اصلا مدد لكم النظرة الى الفعل، وان كان يعني التوافق موجود فلا باس به، لعنبوا داركم. الحين الخليجيين اصلا ما عاد يروحون تايلند ولا دبي ولا البحرين، صارت الوجهة الرياض. قلبي تولى بالرياض في الرياض ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتستطعم الألسن وأشياء أخرى لا يمكن ذكرها إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء والمفتي العام. والله العظيم شيء يعني يحز في النفس، يعني ابن هالكلب البغل ملعون الوالدين الدب الداشر هذا عفن لنا ديرتنا وقلب عليها سافلها، خرب الدين وخرب المشايخ والناس والشباب والشابات، خربهم والاقتصاد وخرب على جيراننا.